في الحقيقة تنظن بأن قطع طريق كبير. في الأول كنا تمنوا له المسيرة موفقة، دابا تنظن بأن شد الطريق ديالو الصحيح. هذا تزيدنا إلا افتخار بمهرجان كبير اللي بصم الاسم ديالو ما بين واحد المجموعة ديال المهرجانات العالمية. تابعت بعض الأعمال ماشي كل شيء، لحقاش ما قدرش نحضر من الأول، ولكن تنظن بأن لو فيستيفال د مراكش اون فوا وليتي تتقولوا ولا تنعرفوا لا كاليتي ديال الافلام اللي غتكون فيه. المهرجان تبارك الله ما شاء الله غادي وكيتحسن، غادي وكيفاجئنا. انا جيت سعيده بتواجدي اليوم في حفل الاختتام، كما كنقولوا كلو ميور غان. صراحه قضيت واحد الاسبوع جميل جدا، شفت زملاء، التقيت مع صحفيين، حاولنا ايضا اننا نتبادلوا اراء، اللي تبع بعض الاشياء يعني المستقبليه ان شاء الله، المشاريع المستقبليه. وانا اليوم ان شاء الله كنتمنى نتفاجئوا بالجوائز اللي غادي يتم اعلان عليها ان شاء الله. جوج الافلام المغربيه في المسابقه الرسميه هو شرف لنا كاملين، وهذا ماشي غريب على السينما المغربيه اللي وكبت هذا المهرجان بالمشاركه من الدورات الاولى ديالو. بطبيعه الحال فخورين بالمخرجين ديالنا الشباب كامل الاجيال، فخورين بالممثلين ديالنا اللي كنشجعوهم ونتمنوا لهم كل التالق ونتمنوا لهم احسن الجوائز العالميه. وبطبيعه الحال فخورين حتى بالمنتجين ديالنا لانهم ناس حتى هما كيقلبوا على لو بيان ديال السينما ماروكان وديال لو ماروكان جينيرال. انا جيت سعيده بحضوري، تفرجت في بزاف الافلام جايه، وكنتمنى من قلبي تكون شي نجمه للمغرب هاد الليله. افلام كانوا في المستوى كبير، مسابقه يعني ما نبغيش نكون بلاصه شي واحد في لجنه التحكيم حيت صعيبه بزاف، وكنتمنى حد موفق للجميع وخصوصا المغرب. الختام رائع وجميل، والاكثر جمال هو الافلام اللي شفتهم مغربيه. شفت افلام اجنبيه ومغربيه، ولكن اللي كيهمني اكثر هما ديالنا، هما المغاربه ديالنا والابداع ديال السينما المغربيه. زعما ماشي اسماء مندير الفيلم ديالها قاسني في الروح ديالي، يعني ما نقدرش نقول اكثر. لي موت قاسني في القلب ديالي، يعني واحد لا سنسيبيليتي كيفاش تورنا واحد ليستواغ ديفيسيل ولكن جميله رقيقه وانسانيه. عادي الفضيل ما هاديش نقول لكم، هادي انا جادور سكيل في سون اونيفير. مون بير ني با مور سي جوست ان شيف دوفر بالنسبه ليا. يعني هاد لي بري اللي خداهم في المهرجان ديال طنجه كنت حاضره فيه كيستاهلهم، فريمون كيستاهلهم. هشام العسري اوسي الفيلم ديالو، داك لونيفير، داك لا فولي ديالو في الافلام كتعجبني بزاف. ومندير انا كنقول، وانا غير جو باري باسكو راني ممثله ومغربيه وكيهزني النفس على الافلام ديالنا، مندير هاد الليله هاد الاختتام هادي تربح شي. انا جو باري كان ندير كنرهن بان هادي تاخذ ان بخي لان تستاهله. انا فرحانه بزاف باش نكون في هاد الدوره العشرين، كنحس براسي بانني كبرت مع هاد المهرجان. تقريبا جات 18 سنه باش تخرجت، وشحال مره كنجي لهاد المهرجان وكل مره كنشوفو كيتطور وكيزدهر. كنتمنى ليا التوفيق. ما كرهتش بصراحه، ما كرهتش تكون مخرجه مغربيه وتكون بصمه ان اول مره تاخذ شي جائزه مخرجه. تنتمنى بصح، تنتمنى اسماء المندير كل التوفيق. شكرا لكم. تمت المنادات عليا من طرف اداره المهرجان كون انا المخرج فوزي بن سعيدي عنده التكريم هذه السنه، وانا اعتبره انه قامه ابداعيه وقامه فنيه كبيره في المغرب، وشرفني انني نحضر معاه التكريم ديالو. ايضا فخوره بهذه السنه لان كاينين جوج الاعمال المغربيه، يعني فيلمين سينمائيين اللي مشاركين ضمن المسابقه الرسميه لهذه السنه، وكنتمنى ان شاء الله انهم يتوجوا بشي جائزه ونزيدوا نفرحوا. ما تنساش تشترك في القناه وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس.